من مدرس فيزياء لجزار بني أدمين قطع طالب على 3 حتت وبكل راحة قال أنا كنت مزنوق في فلوس وده أهله مستريحين بس مفيش جريمة كاملة وبغلطة واحدة المستور اتكشف. حل لغز قضية الطالب إيهاب أشرف. وفي يوم 13 فبراير خرج ولد لسه في ثانوي اسمه إيهاب عشان يروح درس الفيزياء بتاعه. وخليني أكلمك عن إيهاب شوية، اللي معروف وسط أهل ده أهلية، وده لأن أبوه تاجر كبير من اللي بيتقال عنه ياما هنا وياما هناك، وابنه هو الوارث لكل ده وحبيب العيلة كلها من أدبه وأخلاقه، بس كان فيه عيون بصة بحقد على الخير اللي هم فيه. وفي يوم إيهاب خرج عشان رايح الدرس بتاع الفيزياء، وبعد ما الحصة خلصت المستر قعد معاه لوحده في مكان الدرس، ومرة واحدة طلع سكينة وبدأ يطعن فيه بوحشية. وأول ما المدرس اتأكد انه خلاص روح الطالب طلعت للي خلقها، نده نجار شريكه في الجريمة يساعده انه يتخلص من الجثمان، وقرروا ان هم يقسموا جثته على 3 قطع، الجزء اللي تحت لوحده ورموه في منطقة بحر التبين، والجزء العلوي في مجرى مائي، والرأس والأحشاء مكان تالت. وفعلا قطعوه بدون أي رحمة ولا إنسانية بالمنشار، وبقى ينظفوا مكانهم بحتة خيش وحطوا القطعة دي في شنط. وبعد ما خلصوا جريمتهم المدرس خد تليفون الطالب وكلم أهله وطلب منهم 100,000 جنيه يتم تحويلهم على أرقام كاش مختلفة، بس اللي ما كانش متوقعه إن في ظرف ساعات بالضبط يخرج يلاقي الشرطة في كل حتة بتدور على إيهاب، لقوا كمان يلاقوا الجزء السفلي من جسمه ويتعرفوا عليه. وهنا قرر يعمل بمثل اللي قتل القتيل ومشي في جنازته، ونزل له بوست على الفيس ودعا على القاتل كمان. بس اللي ما كانش عامل حسابه واللغز اللي الشرطة عرفت بيه كل حاجة قطع الخيش اللي كانوا بينظفوا بيها الدم اللي بيقع من الجثمان وقت التقطيع في السنتر، واللي كانت مليانة من دم الضحية، وتحللت وطلعت بتاعته فعلا. وبعد شوية تحريات عرفوا ان المدرس هو اللي ورا الجريمة كلها، وقدروا يقبضوا عليه هو والنجار واعترفوا بكل حاجة، وقال انه مديون بمبلغ كبير ما قدرش يتصرف فيه، عشان كده قرر يخطفه لان عيلته تقيلة ومعروف الفلوس اللي معاها عاملة ازاي، وفكر يساومهم بابنهم. بس الموضوع وصل للقتل، وبعد ما كان الاب مأجل عزا ابنه لحد ما يجمع اشلائه نزل بوست يحمد فيه ربنا انه تم القبض على مرتكبين الجريمة، وسط صدمة كبيرة منه ومن كل الناس ان اللي ورا كل ده هو مدرسه الخاص.